حريق التواجد الان في سوق القريعه، حريق مهول بسوق الخشب والنجاره في سوق القريعه، ساهم عدد كبير من الشباب. سوق القرعة محلات تجارية ديال الخشب ديال النجارة، النيران التهبت عدد كبير من الدكاكين والمتاجر، مجهودات كبيرة. المجهودات ديال الوقايه المدنيه اللي وفي اول مره يعطيكم العدد وصاحبي خسائر جسيمة اللي كيتخدوها الناس هنايا. كيحاولوا المواطنين باش عندك يدك العافية يدك ما نقدش ما نطيح والو ولكن رايح خليك خليك شي داخل مع المواطنين اصحاب المحلات التجاريه كيحاولوا جاهدين من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه من آه
هذا المتجر اللي عنده داك الشيء تاع مواد جد ثمينه ولكن اللي راهم مساهمات المحلات بشكل كبير. كاع اللي كيشاهد الفيديو باش يبارطاجي يبارطاجي وشكرا. انا غنحاول نخرج هنا لان ولا هذا المكان كيشكل خطوره كبيره. نحاول نخرج من السوق لانه ولا فيه خطر. اه زكريا حيدو الفيشان حيدو الفيشان. هو تتمنى بواحد الشكل كبير على لي سلام وين انا غادي نمشي صحافه الموبايل كذلك بكثره هادشي هو سمحوا دور